الرحيم. صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. نقف معكم في هذه الليلة لسورة سنتأملها وهي سورة زلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وهي أن تتزلزل الأرض وهناك سبب، وما هذا السبب؟ وهو يوم القيامة حيث ستتزلزل الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي تخرج الأرض كل ما في باطنها، وهي من أجساد الإنسان. وأيضا هو هذا السبب أيضا يوم القيامة، وحيث تخرج الأرض فيما في باطنها وتخرج أجساد الإنسان لملاقاة ربه وليحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما فعله. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يسأل الإنسان متعجبا ما الذي حدث في الأرض. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وهي أن تقول لله سبحانه وتعالى ما الذي ارتكبوه البشرية على ظاهرها. وإذ تخبر أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ وهي أن هو الله من أمر الأرض تقول لله وهو أو له ما الذي فعلوه البشرية على الأرض. ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم. في يوم القيامة سوف يصدر الناس مجموعات، وهي أشتات، وهي معنى أشتات. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وهناك سبب لهذه المجموع لهذه المجموعات، وهي كي يروا أعمالهم الذي فعلوها في الدنيا. مثل يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وزن الذرة من الخير في يوم القيامة الله سيعطيه أو سيحاسبه أو سيعطيه ما فعله أو على قدر ما فعله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي من يعمل مثقالا وهو مثقال مثل وزن الذرة من الشر فسوف يحاسبه الله على ما فعله. وهذه هي شرح أو هذا هو شرح سورة الهمزة. صدق الله العلي العظيم. والزلزلة. وفي الختام أشكركم على حسن إصغائكم
وأشكركم على حسن إصغائكم، وصلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. أستودعكم الله.